إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: إني متوفيك وقابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء، وآخذك وافيا بروحك وجسدك. ومعنى التوفي في اللغة هو أخذ الشيء وافيا تاما، كما نقول استوفى الثمن أو استوفى حقه. والمعنى الثاني في اللغة للتوفي هو الموت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال الحسن وابن جريج: متوفيك أي قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، ورافعك إلى محل كرامتي ببدنك وروحك. وفي ذلك دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه في السماء حقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وظاهر هذا الحديث يفيد أن النزول يكون بالروح والجسد، كما رفعه الله بالروح والجسد. ومخلصك من الذين كفروا بك، ومخرجك من بينهم، ومبرئك مما أشاعوه عنك وعن أمك من أكاذيب وأباطيل، وجاعل الذين اتبعوك على دينك وما جئت به عن الله ظاهرين على الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة. ولنا هنا وقفة: من المقصود بقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ هل هم النصارى الموجودون في الدول المتقدمة الآن؟ لا وألف لا، فنحن نؤمن أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب ويعلن بوضوح فساد عقيدة النصارى. هل هم المسلمون؟ اقتربت من الإجابة الصحيحة. هم المسلمون المتمسكون بدينهم المستقيمون على طريق الله بحق. نسأل الله العظيم أن نكون منهم. ثم إلي مصيركم جميعا يوم الحساب، فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى عليه السلام. إذ قال الله يا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.